على مدينة الذين اصطفى على سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء بعد إخوتي الكرام إلى لقاك باب غرف الجنة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا وعلى آله الحاضرين المسلمين. آمين. آمين. قال الإمام الدارمي رحمة الله تعالى عليه ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين قال في مسنده وما زلنا مع كتاب البطاق قال باب في غرف الجنة. قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال أنبأنا وهيب قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف في الجنة كما تراءون الكوكب الدري في السماء. قال أبو حازم رحمه الله فحدثت بهذا الحديث النعمان بن أبي عياش رحمه الله فحدثني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال الكوكب الدري في السماء الشرقي والغربي. هنا في هذا الباب قول لا ترون أهل الغرف في الجنة كما ترون الكوكب الدري في السماء فيها معناها أن أهل الجنة يتفاوتون في المنازل والمراتب والمكانات بحسب درجاتهم في الفضل حتى أن أهل الدرجات العلى من دونهم يرونهم كالنجوم وهذه فيها زيادة الإيمان ونقصان وفيها تفاضل أهل الجنة فيما بينهم من الدرجات والمكانات والمنازل في قول لا ترون أهل الغرف في الجنة كما ترون الكوكب وشبه رؤية الرأي في الجنة صاحب الغرف برؤية الرأي الكوكب المضيء الباقي في جانب الشرق والغرب والاستضاء من بعد يراه على أبعاد وفائدة ذكر المشرق والمغرب بيان الرفعة وشدة البعد والمراد بالأفق الأعلى السماء. والحقيقة في هذا الباب أراد الله جل في علاه أن يجعل المكلفين يتنافسون في الخيرات وفي الصالحات والطيبات كما قال الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون والتنافس في ذلك يورثهم المكانة عند ربهم جل في علاه بحسنة واحدة تكون الدرجة بين الدرجة والدرجة كما بين إيش السماء والأرض حسنة واحدة تفرق بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض ولذلك قال الله تعالى في ذلك فليتنافس المتنافسون. قال رسول الله منازل الأنبياء لا يبلغها غيره يعني لما ننظر إليه كالكوكب الدري هذا منازل من الأنبياء وهذا استفهام من النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى هل تلك منازل العليا للأنبياء فقط التي لا يصلها إلا الأنبياء؟ قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين أي أنها ليست خاصة بالأنبياء لكنها للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وكلما ازداد المرء حسنات وصالحات كلما ازداد عند ربه إيش درجات كلما زاد عند ربه درجات وهذه فيها دلالة على أولا إثبات الغرف في الجنة وإثبات أنها يعني تتعالى وأن الغرف متفاوتة كل بحسب أعماله وكما قلنا بأن الله تعالى لا يجعل من أسرع إليه كمن تباطأ إليه وهذه كما قلنا فائدتها وثمرتها أن الناس عند ربهم يتفاوتون بتفاوت أعمالهم وما أقروا في قلوبهم لذلك على كل مكلف ألا يرضى أن تخبو همته وأن يقل فعله وأن يكون من الذين يتنافسون في الخيرات والصالحات. نعم إلى شعب الفوائد المستنبطة زيادة الإيمان والنقصاني أهل الجنة يتفاوتون في المنازل بتفاوت أعمالهم الأدب في السؤال للاستفهام قالوا هذه منازل أنبياء يا رسول الله ما أرادوا بذلك إيش التأكد أن المنازل هذه منازل مختلفة بالنسبة لاختلاف من أهل الإيمان. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم
وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.